السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقياكم مرة أخرى مشاهدي قناة سايا شانيل. فلوق جديد على القناة جيت من خلال نشارك معكم يوم من أيامي خلال شهر رمضان. اليوم ليل 27، بغيت إن شاء الله نمشي ندوزها في دارنا في الصخيرات، ولكن قبل قلت ناخذ لماما شي كادو العواشر هادي. هبطت المدينة وأنا حيرة، ما عندي صراحة حتى شي فكرة على الكادو، حتى هبطت الباب الحد وأنا نتفكر واحد السيد كيبيع الجلالب طالعين عنده صراحة داكشي الزوين، وهو اللي كنتقدم عنده ديما جديد بعتي. وقلت ندوز عنده ان شاء الله نشوف الا كان زعما الا عجبتني شي حاجة ناخذ ليها جلابة من الاحسن. وفوالا هذا هو المحل ديال الحاج سعيد، انا وصلت ليه. كيف ما كتشوفوا عنده جليلبات غزالين، عنده داكشي تبارك الله رومي، جليلبات يعني عاديين ديال الحياة العملية، ماشي داكشي اللي مزوق ومطرز وفيه الموزون وداكشي، انا ما عنديش معاه. انا كيعجبني هادشي عادي سامبل، يعني جلابه تلبسيها للخدمه زعما الخدمه للخروج لاي حاجه، ماشي للمناسبات بطبيعه الحال، ولكن عنده تبارك الله داكشي زوين كيف ما شفتوا، عنده موديلات زوينين. واللي زوين انك كتلقاي عنده لي طاي، يعني لا طاي اللي بغيتي، ما يمكنش تمشي عنده ما تديش معاك جلابتك في يدك، لانه ما يمكنش ما تلقايش عنده لا طاي. كتشوفي الموديل ضروري ما عنده لي طاي تبارك الله، عنده من الصغير للكبير كيف ما شفتوا البنات هذوما لي موديل اللي عنده. عاد جيت انا قال لي راك جيتي معطله، قال لي راه زعما تبارك الله الناس تقداو زعما هادشي اللي بقى عنده في المحل، ولكن ما شاء الله حتى هادشي راه تبارك الله الخير والبركه. كيف ما شفتوا البنات، انا صراحه عجبتني الماما. كنت ديجا عاد خديت عنده انا وحده في الكحل، وعجبتني الماما انا واحد الزرقاء، واحد البلو بيترول، هي ان شاء الله اللي بغيت ناخذ ليها هاد البلو هذا الثاني، هادي اللي عجبتني. ديجا ماما ما عندهاش هذاك اللون، حتى الثوب زوين ديال الكريب، يعني عجبتني. وانا غادي نشارك معكم ان شاء الله في الاخر الجلابه اللي غادي ناخذ. دونك كيف ما شفتوا البنات الموديلات اللي عنده صراحه زوينين. فوالا هادي نيت اللي خديتها البنات، هاد الزريقه عجبتني، حتى الثوب ديالها مبرد. وفوالا البنات بعد ما تقديت غادي نكملوا الدويره ديالنا في باب الحد. انا كيعجبني صراحه باب الحد في الصباح كيكون خاوي، كتقدي على خاطر خاطرك كيف ما شفتوا. هذا البنات المحل ديال التخفيضات شاله، زوين حتى هو، كيكونوا فيه تخفيضات زوينين بالنسبه للصبابط الحوايج لي زاكسسوار ماكياج كلشي كيكون فيه رخيص. انا سورتو الصبابط يعني كتلقاي فيه هكا دي زوكازيون زوينين، بحال دابا هاد الصبابط هادو ب50 درهم زوينين، لا غلا على مسكين وتبارك، والديكور ديالهم زوين. كيف ما شفتوا كاينين كاع اللوينات فيهم. وفوالا نكملوا الدوره ديالنا ان شاء الله، ومن بعد نمشي ان شاء الله للصخيرات. ها نتوما معايا، احنا شادين ان شاء الله الطريق في اتجاه مدينه الصخيرات، المدينه العزيزه، وغنمشي ان شاء الله. ابارامون عارضه علينا اختي نيت الفطور، اختي حنان اختي الكبيره. انا نيت بغيت نشارك معكم البنات حيت يلاه تحولت لدارها الجديده تبارك الله بالصحه والسلامه ان شاء الله والعقبه لاي واحد ان شاء الله، الله يسخر لكم ويسهل عليكم. خدات في هذه الاقامه الريف ديال السكن الاجتماعي، يلاه جديده في مدينه الصخيرات، هذا الشطر الثاني ديالهم. شوفوا ما شاء الله مدينه على قدها، وهذا راه الشطر الثاني، يعني الشطر الاول راه بقى الفوق، يلا تحولت مؤخرا. عجبتني صراحه الاقامه، تبارك الله سيكوريزي كيف ما شفتوا، فيها سيكوريتي ديال الليل وديال النهار، زوينه. يعني عندك هنا ما كيدخلوش الطوموبيلات لهاد لا ريزيدونس لداخل، تيبقاو برا، يعني سيكوريزي بالنسبه للدراري الوليدات هكا يلعبوا داكشي. غادي ندخلوا ان شاء الله الاقامه باش نوريكم، انا بديت التصوير من برا البنات باش نعطيكم فكره على هاد الاقامه، صراحه عجبتني بزاف. انا ما قدرتش نصور صراحه الدار ديال اختي، لان ديجا كانت العائله مجموعه وكانوا وليدات صغار، اغلبيه كان قل من عام، دونك مع البنود الجديده ديال اليوتيوب انترديت تصوري هكا الاولاد الصغار، داكشي علاش ما صورتش الدار. مره اخرى ان شاء الله نصورها لكم دارها من الداخل، داكشي علاش صورت غير واحد الشقه حداها باقا خاويه، باش نعطيكم غير فكره على الديور كي دايرين. كيف ما شفتوا البنات هادو هما الدروج، شوفوا كيفاش متسعين، وعاد خلاص فيهم كاين لاسانسور اولا المصعد، يعني صراحه زوينين عجبوني انا هاد الدور بزاف، عجبوني تبارك الله 90. ها انتم غتشوفوا معايا البنات،
دونك هادو هادي الدخله، ملي كتدخلي كتلقاي مباشره الصاله. انا مع الزربه راني ما صورتش مزيان هذا المسعد البنات كيف ما شفتو. دونك مع الدخله كتلقاي الصاله على الباب. دونك هي هادي، انا صورت قريبه ليها ما صورتش من الباب. هذا بيت اخر فيهم لي بالكون، بحال اختي انا عندها البالكون في بيت النعاس وعندها البالكون في الكوزينه. او فوالا هادو البلاكارات ديال بيت النعاس، وعاد عندها بلاكارات وسط الدار. هذا بيت اخر، فيهم هكا لي زانترفون. الكوزينه، دونك الكوزينه كيكون فيها هاد الشيء، وكتقدري انت تزيدي بلاكارات الفوق. دونك هذه الكوزينه البنات حتى هي فيها بالكون لا لاحظتوا، فيها واحد بحال بلاكار ورا الباب. هذا الدوش، حمام وتواليت او ميم طون. وانا كنصور البنات من البالكون باش تشوفوا تبارك الله الاقامه شحال كبيره ما شاء الله. وتبارك الله كاع المرافق الاجتماعيه متوفره فيها، المدارس، الحمام، المسجد، يعني كل شيء كاين اللي تحل كاين اللي مازال، بحكم ان الاقامه مازال جديده. هذه معروفه باقامه الريف، رجعت على الطريق الوطنيه في اتجاه بوزنيقه كازا، قريبه للسونتر، قريبه للبحر، قريبه لاغار ديال التران، يعني ما شاء الله جات قريبه لكل شيء. وحنا دخلنا للدار، وهذه تبارك الله اصغر واحسن كاتبه في السخيرات تبارك الله ملك. هذه بنت اختي ما شاء الله، شوفوا الخط ديالها البنات تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. تبارك الله عندها واحد الخط رائع. دونك دخلت لقيتها تبارك الله كتحفظ، قلت لها غادي نصورك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله باقا صغيره، يلا عندها دابا شي ويته، عندها 8 سنين. تبارك الله خطاطه ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله البنات، شوفوا بحال تبارك الله، بحال هذا ماشي مانيسكريبت، بحال مكتوبه بالآلة تبارك الله. شوف الله يحفظها. او فوالا لقيت حنان اختي في الكوزينه كتوجد ديجا العصير، هذا العصير غزال البنات، دارته بالليمون وخيزو. بالنسبه للطريقه ديالو، راني عطاتني زعما المقادير، ولكن تمسح لي الصوت. طيبه الليمون والخيزو، يعني شحال ما درتي الليمون كديري نصو ديال الخيزو مع الماء الكافي والسكر، كطيبيهم مزيان. بعد كطحنيهم، ملي كيبردو كطحنيهم مع بنانه ومع دانون ديال البنان، ياغورت ديال البنان، كطحنيهم مزيان. وعاد كتخلطيهم بالقياس ديال الماء، يعني باش حيت في الاول كيكون بحال مركز. انا لقيتها ديجا تبارك الله باديره موجده نص ديال الفطور، وغزاله البنات هاد العصير. دابا ان شاء الله شي نهار نديرو في شي فيديو خاص في القناه. وهذه الحريره تبارك الله دوراتها ما شاء الله، يعني الحريره ديالها خطيره، خاصكم تشموا الريحه كي دايره ما شاء الله. حنان اختي طباخه ماهره، كانت تبارك الله مني كانت عندها تقريبا 6 سنين كانت ما شاء الله كتعجن، كانت تبارك الله حادقه ماشي بحالي. انا تزوجت عاد وليت كنطيب. ودارت تبارك الله الحوت، هذا الحوت درته على شكل بابيوت كيف ما شفتوا البنات، فرشات لي البصله، دهن عصرات عليه الحامض، ملح، البزار، ورقه موسى، وصافي ودخلته الفران هكذا طاب، جا غزال ما شاء الله، جا فن. وهذه البقوله، احنا ما يمكنش شي طبله الفطور في السخيرات ما تكونش فيها البقوله. السخيرات سبحان الله العظيم المائده الرمضانيه ديالهم مائده ديال التغماس بامتياز. ودابا كتصاوب في الطنجيه البنات، طبق مميز، طنجيه ديال الدجاج كيف ما شفتوا. دارت هنايا تقريبا جوج فرارج مقطعين هكذا بجلده ديالهم، درت عليهم حامضه مصيره،
كيف ما شفتو غدير غير الحامض، ما غداش دير الملح لان ديجا الدجاج مغسول بالملح والحامض. غزاله هاد الطنجيه البنات، رائعه جات. دونك شوفوا دارت الحامض ثومه، حتى ان شاء الله غادي ندرجها ان شاء الله مستقبلا في فيديو خاص في القناه. انا مولفه كندير طنجيه اللحم، ما تجيش صراحه اول مره كندوقها عندها وعجبتني الطريقه. غادي نجربها ان شاء الله ونديرها في القناه وندير فيديو ونخليه ان شاء الله في القناه. درت الثوم تقريبا واحد كركوبه ديال الثوم، حيت الثوم غادي تحيد من بعد خلاص ما غاديش ديرو. من بعد البنات كيف ما شفتوا درت الحامض، درت الثومه، وغادا دير العطريه، درت السمن، معلقه كبيره السمن. يعني السر في هاد الطنجيه البنات هو السمن والحامض مصير. بالنسبه للعطريه ما دارتش الملح خلاص. الكمون دارت الكمون والقزبر حبوب، صافي هادو هما العطريه اللي دارت فيها. دونك كتحاول بحال غتشرمل داك الطريفه ديال الدجاج، غادي تحاول تغطيهم بديك العطريه مزيان. هنا دارت القزبر حبوب، جات غزاله البنات هاد الطنجيه، جات صراحه مختلفه يعني على الطرا، وفي ساعه طابت ما خداتش ليها وقت بتاتا. هنا دارت البنات زعفران شعره غير شويه ما كثراتش، فوالا. دونك رقدت داكشي كامل وزادت عليهم الزيت، تقريبا دارت شي كاس ديال الزيت البلديه. دونك كيف ما شفتو كتحاول تمسح داك الطروفه ديال الدجاج كاملين بديك العطريه، يعني باش كاملين كيجيو من السمين. كطيب هاد الطنجيه كطيب على عافيه مهيله، وهاكا هكاك ما خداتش وقت، يعني خلاتها على عافيه مجهده واحد 10 تقريبا حتى صفرات. ملي صفرات نقصات عليها على الجهد، كيجي سبحان الله ديما هاد اللحم بحال مشوي، بحال كيجي فيه واحد النكهه خاصه. والان البنات زادت تقريبا جوج فرارج، درت ليهم كاس عامر ديال العنبه ديال زيت البلديه. الا غنديروا غير فروج اولا غير دجاجه غنديروا معها غير نص كاس ديال زيت ديال كاس العنبه اولا كاس صغير هذاك ديال حياتي. صافي هادو هما المقادير البنات، نعاودهم معكم. كيف ما شفتوا درت الدجاج، درت عليه الحامض مصير، السمن، ما دارتش الملح، دارت الثومه، الكمون، قزبر حبوب، زعفران شعره، زيت الزيتون، والبصله خدات هكا واحد راس ديال البصله وقطعته هكذا عشوائي فوق منها. هاد البصله البنات هي السر باش كيتعسل لينا داك الدجاج، كيجينا هكذا معسل ومضغمر. وصافي وغدير تقريبا واحد كاس ديال الماء، قد زيت قد الماء. كما شفتوا البنات كاس ديال الماء صافي، وغادي تغطي عليها، غادي تغطي عليها وغادي ديها باش تطيب. كما قلت لكم غتخليها على عافيه مهيله، عافيه مهيله حتى كطيب. وهذه هي طبله الفطور البنات، صورتها وانا مزروبه لانني ما ديتش معايا ولدي، خليته مع باه وعيط ليا قال لي راه مريض، دونك اضطريت نرجع بالزربه ورا الفطور. يعني صورت غير هذا الشيء، ما صورتش كل حاجه بوحديتها، ما صورتش العصيره البنات. وهذه الطنجيه البنات ملي طابت. بالنسبه لطبله الفطور البنات كيف ما شفتوا، دونك دارت البريواس، دارت اغلبيه حنا كنديروا الشلايض، يعني معروفين حنا السخيرات كنديروا التغماس، يعني ضروري ما يمكنش الطبله ديالنا ديال رمضان ما يكونش فيها التغماس. كما قلت لكم اختي الحبيبه ما قصراتش، يعني دارت لنا تبارك الله، يعني اللي كرمك غيدير لك الطبله فين تغمس، يعني ما كيجيش هكا غير مملحات ولا فطائر، ولا ضروري كيكون عندنا خضار، تيكون عندنا الديسير، يعني الحمد لله كتكون مائده صحيه بامتياز. وهذه البنات هي الطنجيه، الشكل النهائي ديال الطنجيه، وهذه هي طبله الفطور كيف ما شفتوا متنوعه ما شاء الله.
قاع انواع الخضر فيها. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال.